يمثل معرض البحرين الدولي للحدائق حدثا وطنيا رفيع المستوى من خلال المشاركات الواسعة التي تجسد البيئة الخضراء والدعوة إلى زيادة الاهتمام بالمجال الزراعي. وفي هذا الإطار تشارك وزارة الداخلية من خلال عدد من إداراتها في أعمال المعرض بأنشطة وفعاليات متميزة. في إطار العمل على تجسيد استراتيجية الشراكة المجتمعية على أرض الواقع، تشارك عدد من إدارات وزارة الداخلية في معرض البحرين الدولي للحدائق، والذي يعقد ضمن الجهود الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث يعد المعرض حدثا وطنيا ومنصة للخبراء والهواة على حد سواء، وهو أيضا مناسبة للمستثمرين في المجال الزراعي. الإدارة العامة للموارد البشرية تبنت مشروع البيئة الخضراء اللي هو الجو جرين، وكذلك الإدارة العامة للموارد البشرية تعتبر أول إدارة في وزارة الداخلية تحصل على آيزو البيئة الخضراء. وفعلت الموارد البشرية دور البيئة الخضراء في الإدارة العامة للموارد في عدة جوانب. من هذه الجوانب هو دور الريسايكل أو التدوير، تدوير الورق والبلاستيك اللي يتم استهلاكه في الإدارة وإعادة تدويره في أشياء نافعة ثانية. كذلك فعلت دور الموارد البشرية دور البيئة الخضراء في أن تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة. من مبدأ المشاركة المجتمعية ساهمت وزارة الداخلية للمرة الثالثة على التوالي في معرض الحدائق، وذلك حسب توجيهات معالي وزير الداخلية بالمشاركة والتطوير في الرقعة الزراعية والمسطحات الزراعية. قامت إدارة الأشغال بوزارة الداخلية بعدة مشاريع، منها مدخل سافرة بالإضافة إلى الأكاديمية بالإضافة إلى نادي الضباط وغيرها من مشاريع، من تصميم وتنفيذ والإضافة إلى الإشراف ويا الصيانة الدورية للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء. طبعا المعرض يحمل كل سنة عنوان، فالسنة عنوان مهنة الزراعة كمهنة واعدة. أبرزنا في البرنامج الزراعي المقيم في مركز رعاية الأحداث، وأيضا عندنا محمية تدريبية حق الحدث نعلمه في مهارة الزراعة ونخرج فيه جيل يعرف مهارة الزراعة نفسه. وأيضا هو منهج معتمد من وزارة التربية والتعليم زراعي، فنعزز فيهم قيمة يعني أهمية محصول أرض الوطن وأهمية قيمة الأرض، شلون نقدر نبرز فيها ونطلع فيها محصول يفيدنا. إدارة نادي ضباط الأمن العام وللعام الثالث على التوالي تشارك من ضمن جناح وزارة الداخلية، وطبعا دائما تأتي مشاركاتنا ضمن نطاق العنوان. وفي هذه السنة دورنا مكمل لجناح الضيافة، وإحنا حريصين كل الحرص في نادي ضباط الأمن العام لتقديم أجود الأطعمة ومهتمين في السلامة الغذائية، وكذلك دورنا في جناح الضيافة عرض منتوجات النادي. وتشارك وزارة الداخلية في هذا المعرض السنوي المتميز عاما بعد عام في إطار العمل على توفير البيئة الجيدة التي تسهم في رفع إنتاجية الموظفين وخلق مناخ صحي آمن في العمل والحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلوث. كما يندرج ضمن أهداف المشاركة العمل على تأمين سلامة الأغذية، بداية من انتقاء المنتج الغذائي والتخزين والتصنيع وصولا للمنتج الصحي الذي يقدم بمواصفات آمنة ترتقي بمعايير جودة الغذاء. سعداء طبعا بهاي المشاركة، لكن تركيزنا الرئيسي اليوم يكون على مسرعات الحكومية فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. نحن أيضا كذلك مهتمين بعملية الزراعة بأنها تكون فعلا مهنة للمستقبل. اليوم تواجدنا أيضا مع وزارة الداخلية دائما هاي المرة الثالثة معاهم. نحن سعداء بما نشوفه من تجارب موجودة عندهم في تعليم وتوعية النشأ اللي موجود في البحرين. في برامج كثيرة ما شاء الله متواجدة عندهم، وجودهم اليوم كجهة أمنية وتواصلهم في تشجيع فكر الزراعة بشكل عام. طبعا أنا حصل لي الشرف أن زرت الجناح العام الماضي والسنة. طبعا الجناح ما شاء الله عامر بكثير من الأمور، عامر طبعا بالتثقيف، عامر بالاهتمام بالنشأ، وأيضا عامر بنشر الوعي الزراعي في وطننا الحبيب.
أنا الأمانة زرت جناح وزارة الداخلية وأنا أشكرهم على هذه المشاركة المتميزة، واللي دائما الصراحة عام بعد عام يبهرونا بهذه المشاركة بالديكور بالبرامج بالفعاليات اللي يسوونها داخل، فأنا أعتبر وزارة الداخلية من الوزارات الصديقة للبيئة. وتبقى الشراكة المجتمعية نهجا أصيلا لدى وزارة الداخلية بكافة إداراتها، ويبقى العمل على تعزيزها لتظل نمط حياة وأسلوب وفكر معمول به، وهو ما يجعل الشراكة دافعا للتقدم.